اخي. زناتي ازيك يا زنات؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. ايه اللي حصل لك؟ جيت البلد امتى؟ مالك؟ كنت هتقفش. هتقفش ليه؟ محروس السايق ظبطه وانا بسرق بيته، انما ربنا ستر، قدرت اهرب في اخر لحظه. انت رجعت للسرقه تاني؟ مش كنت تبت؟ ده احنا قلنا ربنا هداك وعايش عيشه جديده في مصر. ليه بس كده يا زناتي؟ الدنيا كده يا شبراوي، يا تخطف يا تتخطف. يعني ما لقيتش بيت تهرب فيه غير بيتي ده؟ انا حكومه. ايه حكومه؟ انت بقيت رئيس وزراء؟ انا لا، عسكري. عسكري؟ انت صاحبي يا اخي. ايوه انت صاحبي صحيح يا زنات، بس زمان البوليس دلوقتي بيدور عليه وانا بوليس، يعني لازم ادور عليك واقبض عليك. تقبض على مين يا قد؟ ده انا صاحبك ومتربيين سوا، يعني زي اخوك، ومحتاج استخبى عندك لحد جو ما يهدى. انا ما اقدرش، حتى لو كنت اخويا دي مسؤوليه. بس عشان خاطر انا في عرضك ما تخونش العيش والملح، لو خرجت من هنا هيقفشوني. لا ما اقدرش يا زناتي، ما اقدرش. شبراوي في حد معاك؟ لا ما فيش. يما نام انت، ده انا مولع التلفزيون بتاع القهوه بس. طيب يا ابني. انا في عرضك، انا في عرضك، انا في عرضك، ما تخونش العيش والملح. انا زناتي عشان العيش والملح انا هغمض عيني وتمشي من هنا دلوقتي حالا. اروح فين؟ يقفشوني. انا سلم نفسك بنفسك، يمكن ساعتها اقدر اساعدك، اسهل لك اليومين اللي هتقضيهم في الحجز، انما اقعد عندي هنا لا يمكن. ولو طولت يا زناتي اني هدور عليك واقبض عليك كده. طب انا ماشي ماشي. ايوه يلا زي ما تيجي. زناتي زناتي ما تاخذنيش، احنا اصحاب صحيح وتربين سوا، انما انا عسكري ودي شغلتي، يعني غصب عني يا زناتي. معلش معلش، انا عارف انك عايز تقول ايه. ما تاخذنيش، تقلت عليك يا حكومه. لازم نقبل عليه قبل عرض الظابط نرجع من الاجازه. يا واد الحامل هنا. فين يا واد؟ يا واد الحامل هنا. اسكت يا شبراوي يا ابن خالد، مش البلد كانت مقلوبه طول الليل اللي امبارح؟ انت ما عرفتش اللي حصل. اللي حصل ايه يا عشوب؟ مش حرامي دخل بيت ابويا محروس السايق وكان عايز يسرقه ليله امبارح. وعرفوا مين هلا؟ ازاي لحد دلوقتي ما تعرفوش مطرحه؟ فتشنا البلد شبل شبل يا حضرة الصول. يا سلام، والمحطة حطينا عليها حراسة مشددة وكل حاجة ومش لاقيين له عصر أبدا يا حضرة الصول. يا سلام، أعمل إيه دلوقتي؟ أعمل إيه دلوقتي؟ أقول لحضرة الظابط إيه؟ أنا مش قادر أسد مطرحه؟ أقول له الأمن مش مستتب معايا؟ لا، اسمع ما أقول لك أنت وهو، أنا ما أسمحلكوش إنك تخربوا بيتي. الحالة دي طوارئ 100% انصراف. ايوه الخدمه كبيره قوي، والخدمه دي في ايدك. وعدنا سعاد ابدا. انت تقدري تقنعيها والبركه فيك. ارجوك ما تفتح لها السير لان سعاد. والله يا حضرة الظابط انا كنت مستني حضرتك على رصيف السكه الحديد على احر من الجمر. الف الحمد لله على السلامه. متشكر يا سلام. المهم اخبار البلد ايه؟ الامن مستتب؟ مستتب جدا يا فندم، والناس مشغوله في مطارده الفيران، ولا يوجد ما يعكر صفو الجو. و متشكر متشكر. العفو يا فندم العفو. الحمد لله على السلامه يا سعاده البيت. الله يسلمك. خدمه تانيه يا فندم. شكرا. طم فلس. مين؟ 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 أنا اللي بسألك أنت مين؟ أنا زناتي يا بيه،
فايه دخلك هنا؟ حركه واحده هضرب في المليان. دخلت هنا ازاي؟ ما دخلت من الشباك يا بيه. يعني حرام؟ لا يا بيه هجام. وجاي تسرقني؟ لا يا بيه اسرقك ايه؟ حضرتك تنم على كل حاجه هتلاقي كل حاجه زي ما هي. ويعني ما لقيتش بيت غير بيتي عشان تيجي تنام فيه؟ بصراحه بيه انا غلبت وتعبت وسمعت الاساتذه العساكر بتوع حضرتك بيقولوا ان حضرتك في اجازه بتصيف فقلت استخبى هنا والحته الوحيده اللي مش ممكن فيها الاساتذه العساكر يدوروا فيها هو بيت سيادتك. انما حضرتك قطعت الاجازه ليه؟ انت زعلان مع الجماعه؟ قوم قوم فايز قوم. طب هتص وشي بشويه. قوم. الامن مستتب. انا مكسوف من حضرتك يا بيه. انا مش مسامح نفسي مش عارف اقول لحضرتك ايه. عملت محضر سرقة محروس السيد؟ عملته يا بيه. ومحروس السيد بيقول ما تسرقش منه حاجة. وعاوز اسأل سؤال حضرتك يعني يا مؤاخذة، في حاجة اتسرقت من بيت حضرتك؟ لا مفيش حاجة اتسرقت، البيت زي ما هو. الأمن مستتب؟ تاني؟ أنا مش هسامحه يا بيه. أنا هخليه يلف في على جميع المحافظات، هخليه يلف في الصينية ونكشف على ثوابه، يمكن نلاقيه عامل أي حاجة في أي مديرية. رحاله مع مخصوص. أمرك يا بيه. أهلا أهلا. والله وقعت في إيدي يا زناتي. مظلوم الله على الصوت. اخرس يا مجرم، ده أنت مظبوط متلبس وبيت الظابط يا بيجي ونايم على سريره. عمركش أنت نمت على سرير الظابط؟ اخرس يا مجرم. هتهزر معايا يا علاء؟ هتهزر معايا؟ إما شبشبتك إما خليتك كعب داير. إيه كعب داير ده؟ يعني كويس يعني آخد معاه فيتامين ولا هو الواحد اللي يجري؟ اخرس يا مجرم. اخرس بقول لك. وبص لي لما أكلمك. إيه مش بالي عينك؟ لابس لي بنطة. حرام مستورد حضرتك. إما شبشبتك. سجارة دي ثانية يا حنفي. سجارة إيه؟ كلمني يا مجرم هنا. ده أنا هخليك تحلب بصوت سلامة. ودوها الحبس. فين السجارة يا حنفي؟ الشاويش امين بيقول لحضرتك جماعته تعبانه ويمكن تولد النهارده ما يقدرش يسافر. يا سلام يا سلام، مراته بتولد هو ده وقته؟ طب اعمل ايه دلوقتي في المجرم اللي هيطرح؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ ايوه ابعت الغفير يندهن العسكري شبراوي. امرك يا حضره الصوت. علم والامن مستتب. ما تعرفش عايزيني ليه يا بستوصي؟ الله اعلم ان علمك. يمكن عايزين يستجوبوك في موضوع الزنات. يستجوبوني ليه؟ انا عارف، ما هم بيقولوا انك صاحبه. طب ما هو ابراهيم صاحبه ومحمدين صاحبه، اشمعنى انا يعني؟ العلم عند الله. يا رب استر يا رب. تمام يا فندم. شبراوي، انت عارف انا بعت لك ليه يا شبراوي؟ لا احد في الصور، بس قبل اي حاجه احب اقول لحضرتك انني بقالي 12 سنه في الخدمه ما غلطتش في حد يا حضره الصول، ما جبت سيره حد بحاجه وحشه يا حضره الصول، ماشي جنب الحيطه يا حضره الصول، صوتي معليش على اي صول في الاسم يا حضره الصول. ما انا عارف يا شبراوي، وعشان كده انا هبعتك مخصوص لمصر. قلت ايه يا فندم؟ هبعتك مخصوص لمصر. مصر؟ أنا مخصوص والمصر يا حلاوي. ولا طلبتها ونلتها يا شبراوي يا ابن خالتي؟ حد يا اخوانا كان يصدق انك هتنزل مصر؟ يا ولا صحيح. بس كل اللي مضايقني يا عشوبة انني نازل مخصوص مع زناتي. معقولة اسلمه بدي دول السجن؟ ليه دي؟ ما هو مجرم، هو انت اللي حكمت عليه. يو بس يعني صاحبي برضو عشوبه ومطبين مع بعض يعني. الله نصيبه بقى. انما تعرف يا شبراوي يا ابن خالتي، انا ساعات كده اقعد اسرح في كلامك عن مصر وانا قاعد في المنظار لوحدي، واقعد ما بسهقش من حكاويك عنها ابدا. ايه مصر؟ وفي احلى من ايه؟ ده انا قضيت احلى ايام عمري في مصر دي. ايوه حكيت. انا قعدت 45 يوم في الاشلاء، خرجت فيهم 4 ليالي
انما بالعمر كله هلا. يا سلام. انما تفتكر يا شبراوي يا ابن خالتي يعني لو واحد غلبان زي كده نفوخه في يوم طاق ونزل على هناك يقدر يعيش وسط الناس ولا يندحكش عليه؟ اسكت يا هلا، احنا ما يندحكش علينا ابدا. ده هناك يا معبط. يا سلام. ايوه زيك كده كتير. امال ايه، انا حبيت اجرب قلت اضحك يعني. فكنت منزل اجازه انزل لابس ميري واروح على الصعايده من دول اللي واقفين بالعربيات، ايوه، واخش بالبندقيه على كتفي واقول له انت واقف في الممنوع ليه يا سيدنا انت، يتخض مني ويشيلني واحده. تشيل واحده يا شبراوي؟ ياد بطيخه هو اللي بدهاني بطيخه. ايوه مني يعني. اكنك بقى نفسك تروح مصر عشان كده. لا عشوبة مش عشان كده، عشان حاجات كتير. ده اسكت اسكت، هقول لك ايه ولا ايه؟ ده انا نفسي اروح اشوف الفيشاوي والقباسي واشوفها. ولا اشوف ورده؟ ولا ورده الله، كانك فاكر ورده تاني. انت ما انتش عايز تنساها؟ انساها انساها ازاي على الشوب؟ دي شاهد مصر كوز العسل، ياه دمها شربات حلو قوي يا عشوبه، حلوه حلوه. انساها. يا سلام يا اخويا، ولما انت بتحبها كده امال ما سالتش فيها السنين دي كلها ليه؟ لا ايه، بعتلها 12 جواب جوه 12 ظرف وما ردتش على واحد منهم. يمكن البوسطه لسه ما وصلتهمش، انما انا هروح ليه وانا هسيبها؟ انا بحبها قوي يا عشوبه، بحبها. امضي على محضر الترحيل يا شبراوي. ايوه عندي يا حسام. استنى يا زناتي المندي باستلام. استنى هلا. عايز اهرش. تهرش ايه؟ دلوقتي هرش. ما جيت اهو. نطلع على المحطة؟ على طول بالسلامة. تمام يا فندم. خلي بالك منه، ده مجرم قراري. ايوه يا فندم واخد بالي يا فندم. طب اديله التحقيق. تمام يا فندم. الو مستشفى المركز. ايوه ايوه يا عمال، في ايه؟ ايه؟ في واحدة مجنونة عاوزين ترحلوها لمصر. ايوه اهدي يا ابني، مفيش حد في البلد مجانين عندنا من كفر جمعة. لا طب اقول لك ايه؟ في واحد طلع دلوقتي مخصوص مصر. ايه؟ اوراقك جاهزة؟ طيب استنى يا شبراوي، استنى يا شبراوي، شبراوي تعالوا. ايه يا حصان؟ المهمة اتغيرت. ايه هتفرجوا عني؟ فوق هفرجوا عني. ايه هيفرجوا عنك ازاي؟ مش فوق ازاي يا حصان؟ ده انا كنت عامل حسابي ان انا انزل مصر، ده البلد كلها عارفه. يفرجوا عنك ايه يا ابني؟ هتروح مصر بس هتاخد معاك واحدة مترحلة لمستشفى في مصر. واحدة يعني ايه؟ حرمة مجنونة. ايه مجنونة؟ بيقولوا ماشيها بطال زي النهي، عشان كده ربنا انتقل منها وطير عقلها. يا شيخة حرام عليك، دول بيقولوا ان جوز امها هو اللي مدللها، وكمان عشان يلها في الفدانين اللي حليتها. لا ومش كده وبس، وكمان عشان يحط ايديه على الطين. وهنا على امها يا بهية. انا عارفة هم اللي بيقول. مسكينة زبيدة. امضي هنا باستلام زبيدة. حاضر يا حسور. انت عارف انا عارف هتتعبني، انا كنت عايز اطلع مخصوص لوحدي وما اخدكش معايا. اتفضل يا فندم. خش يا بنتي سلمي على عم شبراوي. ازيك يا عم شبراوي؟ الحمد لله يا بنتي. مش ده يا بنت اللي جنبه؟ ازيك يا عم شبراوي؟ ازيك يا زبيد؟ ما انت كويسه اهو، امال بيقولوا عليكي مجنونه ليه؟ دي كويسه دلوقتي، اصل الدكتور عطيها حقنه مهدياها. والحقنه دي مفعولها قد ايه كده؟ يا دوبك المشوار. على كل حال خد دول، ان اجد اديها ورس من دول. ايوه ادي لها ورس. اسكت. خد ال3 جنيه دول يا شبراوي. ايه خدهم؟ لو جاعت وبقى اتكلم وبقى كده رش على ال8 جنيه في المستشفى. مش كتير دول؟ زي بعضه، مين يعلم يمكن تروح ما ترجعش.
على كل حال متشكرين يا خال. زناتي اسكت. انتوا مالكوا قاعدين نازلين في بعض كده ليه؟ يا صوتي كلبش، انتوا حراميه. وطي صوتك. لا مش هوطي صوتي، ده كلبش، يبقى اكيد واحد فيكم حرامي. ما تزعلينيش يا بنت انت. ايه ده؟ هي جت فوق دماغك، مش قايل لك اسكت؟ انا هعرف مين فيكم الحرامي من غير ما حد يقول لي، ما حدش يقول لي ولا كلمه. هادي بادي سيدي محمد. انت الحرامي. انا يا بت. ايوه انت الحرامي. ايوه شكله كمان شكل حرامي. أيوة. انت تخين ومتختخ، لكن هو يا عيني عظم على لحم. انت الحرامي، ده انت اللي باين عليك النعمه. طب اسكت يا بت انت. لا مش ساكت. اسكتي يا متختخ يا حرامي. انا الحرامي؟ خلاص كده يا زنات جبت لنا الكلام. يعني هي الشتيمه بتلزق؟ ده كلام في الهوا. كلام في الهوا ايه؟ لا يا زنات، الحرامي حرامي. لا الكلام ده كان زمان ايام ما كان الحرامي عيب، انما دلوقتي الحراميه كتروا فما بقاش عيب، بقت موضه. اسكت يا زنات اسكت، خلينا اصحابه بلاش غلط. معاه حق يا شويش، الراجل ما قالش حاجه غلط. انت ايه دخلك انت؟ هات شاي هنا. يعني عايز اقول لك ان في حراميه كتير قوي في البلد محدش عارفها، ما بيروحش منهم غير الغلبان، انما الدنيا مليانه نفجة ومحدش قادر يقفشه. انت مالك؟ ايش دخلك في الموضوع؟ انت مواطن انت. الله، هو اللي يقول الحق يطلع من البلد. حافظ على كلامك يا مواطن، انت عارف انت بتكلم مين؟ انت بتكلم الحكومه. طب واذا ما حافظتش على كلامي بقى هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اسكت يا زنات. كده كده فتحتيهم يا زبده. سك على الشاي. اسكت يا زنات، ده مجنون. يا اسكت انا بالله. اسكت يا زنات. اسكت. هلا انت هتعمل عقلك بقى عليها؟ لا 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 يا بنت دي تستاهل، عشان ما تعملش كده تاني. بلاها يا بنت المجنونه. تاني بلاها الحكومه، الله يلعنك ويلعن اليوم اللي شفت. انت يا راجل انت هات البلاها يا استاذ صباح. البلاها بتاع الحكومه، البسكوت اللي حصلت لك فوق دماغ ابوك يا اختي. البلاها هيجري يا لوي. البلاها يا لوي. مالك يا زنات؟ شايل الهم فوق دماغك ليه كده؟ مصر قربت، خايف من بكره، خايف من السجن يا شبراوي. اه ما انت كنت عارف اخر السكه دي يا زنات، وياما قلت لك واحنا عيال. حق، فاكر يا واحنا عيال صغيرين وكنا بنلعب في غيط الحاج اسماعيل عسكر وحراميه؟ فاكر، ودي ايام تتنسي. وكنت انت دايما من الحراميه وانا كنت دايما من العساكر. صح صح يا ولا صح. وكان السجن عاملينه عند الساقيه، وكنت اخدك اربطك فيها مكان الطور. والحرامي اللي كان يتقفش كان يلف الساقيه دي 7 مرات. والعسكر اللي يهرب منه الحرامي يتربط مكانه. والله كانت ايام حلوه يا زنات. صحيح يعني. وهالايام بتلف تاني وهتاخدني للسجن، بس بحقه حقيقي. معلش يا زنات، كل حي بياخد نصيبه. مش صح يا شبراوي، يعني المسكينه دي ذنبها ايه عشان يكون نصيبها مستشفى المجانين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا بنت يا زبيد؟ حصل لها يا زنات؟ الزهر المهدئ خلص، اديها حبايه من اللي معاك. خد يا بت. مش عايز اخد حاجه. الله، انا مش عايز اخد حاجه. واسمع لما اقول لك، ولا انا مش خايفه منك ولا خايفه منه ولا حتى خايفه من حضره العمده. انتوا عايزين تعملوا فيا ايه؟ يعني ارمي نفسي من الارض؟ حرام عليك، ده انا حرمه وغلبان، عايز مني ايه؟ اسكت يا بت بلاش صدايا. اسكت يا زميله معلش. خد ده عايز مني ايه؟ كفايه كفايه اللي خدته مني. انا خلاص سبت لك القراطين اللي حيلتي، عايز مني ايه؟ من سبت لي القراطين اللي حيلتي. انا يا بت خدت قراطين يا بت. مش خد مني؟ انا شايف خدت مني. اسكت يا زميله. خدت منها قراطين. ايوه انا مسامحه، انا عايزه اشتري راحتي. قول له انا عايزه اشتري راحتي. انا زبت غلبانه. خد خد. يعني انت عايز تديهولي؟ اه. طب اخده. طب هات لي عزوزي. ازازه كازوزه ونادي. هات القله اللي عندك دي. هات يا زناتي، خليها تاخد البرشام. في ايه ولا في ايه؟
الكلب. هي الوليه الفلاحه دي مالها؟ بينها مرات العسكري ومتخانقه معاه. اه هي دي مصر يا شبراوي؟ ايوه يا سميده، مصر ام العجب والعجايب. ياه، كل دول ناس يا شبراوي؟ امال يوم القيامه هيكون فيها ناس قد ايه؟ امم، بس عارف يا زناتي، انا لما جيت مصر زمان ما كانتش كده، كان الناس قليلين قوي. جم منين بقى كل ده؟ ما هي ناس بتجيب ناس يا شبراوي. هي دي اللي بتتليه؟ ايوه ايوه هي يا زبيد. الله، دي بلحه بتشرح القلب، هتقعدني فيها يا شبراوي؟ ايوه هقعدك يا زبيد. الله، دي حلوه قوي، تكبر من دوار العمله، كل دي هتبقى بتاعتاني. الحق دي فرحانه. عقبال ما تفرح باللومانه يا زناد. السلام عليكم. اسف الزياره انتهت. ده انا مش جاي زياره، انا جاي مخصوص من قصر جمعه ومعايا. قلت لك اسف، احنا كومبليت يعني ما عندناش اماكن، المجانين على قفا من يشيل. ايوه انا جاي مخصوص ومعايا الاوراق من مستشفى المركز. ايوه بس يعني اتاخرتوا 5 دقايق. يا معلش القطر اتاخر شويه. معلش مش مسؤوليتي، تعالوا بعد بكره يوم السبت. واني ما اقدرش، انا لازم اسلمها. وانا مش هستلمها الا بعد بكره. طب ومن هنا لبعد بكره اعمل بها ايه؟ ابيتها فين؟ ارجع بيها تاني. ارجع بيها؟ يا سلام، ده انا معيش غير استماره رجوع واحده. وانا قلت لك المفيد. استنى بس بيه اصله حمعي، كلمني انا. نعم، عاوز ايه؟ دلوقتي دي مجنونه، ودي مستشفى المجازيب. بيت عندكم لما تبقى اللجنه موجوده يحلها 1000 حلال. ايه السلام؟ 1000 حلال؟ كانت مشاكل البلد كلها اتحلت، من مواصلات لتليفونات لاسكان لامن غذائي. ثم دي مسؤوليه، المجنون لازم نتاكد انه مجنون. ده ما فيش اجن منه، وري له حاجه يا زبادي. يلا يا زبادي العبي له شويه. يلا فرجيه العب. ايه؟ اعملي نوم العجل ولا ايه؟ لا لا لا، انا احط صباعي في عينه. ايوه عينه اهو، ده مجنون خالص. اعملي اي حاجه بدل ما نتلطم في الشوارع. يلا. اسف المقابله انتهت. يوم السبت قبل الساعه 12 انا واللجنه الطبيه موجودين هنا. اتفضلوا مع الف سلامه. طيب يلا شبراب. يلا زبيد. يلا زبيد ما عندناش اخبار. يلا دوم الحكومه في سامي. طب يا زبيد ما تفكريش، انا مش ماشيه معاكم، انا عايز ادخل الزبيدية دي، مش عايز ارجع البلد تاني. ايه ايه، مال هنقعد هنا لبعد بكره؟ ما احنا لازم نمشي ونرجع يوم السبت. ماليش دعوه زي ما قال الكومسيون. واسمعي كلام الحكومه. لا ما تسمعش كلام الحكومه، لو رجعتني هرمي نفسي من القطر واصور لك قتيل. سياسه سياسه يا شبراوي، دي مجنونه وتعملها وانت مش قد المسؤوليه. مسؤوليه؟ مسؤوليه ايه يا زناتي؟ يا عالم دي ست وانت راجل، وسلسهم الشيطان من عارف هيجرى ايه بينكم وبين بعض. اسكت يا زناتي بلاش قله ادب. وبعدين دي ممكن تضرب نفسها بسكينه ولا ترمي نفسها تحت الترماي. انت عدل دي مجنونه تعملها. ايوه مش انت مجنونه تعملها؟ مجنونه يا زناتي. اوري لك بقى انا مجنونه ولا لا. هتعملي ايه يا بت؟ هقلع ملط واجري في الشارع واللي ما يشتريت بالك. لا يا بت قعدني في سبيتاليا. لا يا بت غطى بت، اسكت. انت عايز الجنازه تبقى في سبيتاليا؟ قعدني في سبيتاليا. خلاص خلاص غطى بت انت. خلاص خلاص مش هنروح البلد. مش هنروح البلد؟ امال نروح فين؟ هنروح عند دي. يعني المساله بسيطه، هوديكم عند توحه. توحه؟ توحه مين دي؟ دي واحده معرفه، انا قاري فتحتها في الحلال. اه يعني وترضى تبيتنا عندها؟ لا توحه قلبها كبير قوي، بقى كل شيء بحسابه. انتوا تباتوا عندها انتوا الاثنين، وانا هقعد معاها شويه كده، ويوم السبت ان شاء الله انت توديني الاسم وتوديها المستشفى وكل هيروح لحاله. ايوه كده. انت ليك حركات غريبه كده يا زينات. وده بيت البق. روح عند توحه يا زبيده. ايوه اروح عند توحه ولا والله ايه؟ خلاص خلاص. خلاص غطي، خلاص غطي عيب الناس واقفه. ودوني عند توح. امسك البقه بتاعتي. مش فاكر شفتك فين وقابلتني امتى، لكن لقيت الشارع اللي احنا جايين منه ده شارع الفن كله. مفيش صيد في مصر الا ما اتولد هنا. يعني كل المطربين هنا؟ اللي بيغنوا يعني. يعني احنا دلوقتي هنشوف عبد المطلب. عبد المطلب مين؟ عبد المطلب مات. يا عليك عبد المطلب مات. عبد المطلب مات. المجنون انت. اسكت اسكت. هو مات من 3 سنين. مات من 3 سنين واحنا كلنا عيطنا عليه. يا استاذ زناتي ازاي والله ما حيش ناس. ايه ده؟ لا ده حكايه يطول شرحها. امال البنت توحه فوق؟ توحه ده متوغش عليك. مش انت ايه اللي اخرك؟ ايه اللي اخرك؟ ده يا سيدي ده ولا يهمك. لا يفر الحديد الا الحديد. اطلع ده اخرك. اهلا يا عمنا، اهلا وسهلا. هلا ازيك يا مزن؟ ازيك يا مزن؟ خلي بالك انا رق من المحل على ما نيجي. اتفضل. حاضر يا معلم فوزي.
اتفضل اتفضلوا. اتوحى اتح تح. مش الزناتي وصل؟ تعالي زناتي اهو. زناتي اهلا يا زناتي. ازيك يا توحى؟ اهلا. ازيك؟ ايه ده؟ ايه ده 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 الشبراوي. انا بسال على الحديد. عكشوني يا توحى عكشوني، اتشطروا عليا وقفشوني ومرحلين على المديريه دلوقتي. ما همش عليا، جيت اشقر عليك اشوفك الاول. ومين دول؟ دي زبيده من كفر جمعه، وده العسكري الشبراوي، ابدع عسكري عندنا في البلد، وصاحبي صاحب عمري، متربين سوا يوم بيوم. اطمنا يا ست توحى، زناتي حظه كويس، ما اتظبطش متلبس، هي تهمه صغيره كده بس، شروع في سرقه. المهم ما يكونش عنده سوابق. سوابق؟ زناتي عنده سوابق؟ لا من احد، اطمن الزناتي نضيف. اتفضل اتفضل يا جماعه اتفضل. كان نفسي اجيب لك اساور من عند محروس السايخ. جبت لك اساور شبراوي. يا سيدي كل يهون مصيرك تلبسها بدل الذهب الماس. الله جراس يا زناتي. مهم انك رجعت لنا بالسلامه. تعيش ابو الفوز. انا ليه طالب عندك يا توحى؟ انت تؤمر. الزبده والشبراوي عزاز عليا قوي، عايزك تدبر لهم على مكان يباتوا فيه ليلتين لغايه ما الشبراوي يوصلها المستشفى. مستشفى؟ ليه هي عيانه؟ عيانه بعقلها. السلوك ضربه يا توحى. مسكينه مش باين عليها. لا يا ست انت احفظي مركزك كده اهوت وكلمي عيدي. مش كفايه ان انا لماكي من الشارع واولاكي ببيتي وكرماكي؟ ده انا اطردك في لحظه. اسمعي لما اقولك، ده انا اقدر اخلي وطيها عليها. يا ناس يا زباله انتم. شو بتقولي ايه يا حبيبتي؟ واقولك يا ناس يا زباله انتم. ما تاخديش بالك يا زبيده، هي ما تقصدش. انت مالكش دعوه بيا، ما تتكلمش معايا. الله ما تاخذنيش يا ست توحى، هي مش عارفه بتقول ايه. اسمع يا راجل انت، انا مروره منك طول السكه وعارفه حركاتك. كل شويه تعبني في عينيك، تهزلي ودانك، ترجلي في وسطك. انا شاهد. انا شفت. مش كده يا بنات؟ اسمع لما اقول لك لا، انا مش منه. لا ده انا زبيده. اخلصها يا بنت الفطوس، لا اديلك في الكلبشات عليكي. طلعي يا بنت. طيب اهدلوني، جايبه بيضربوا لي. معلش ما تزعليش. معلش انا ماشي بشوف الاوضه اللي حطاني فيها. طيب اهدلوني يا زلمه. معلش يا مني واحده ليا عشان كده بالبلد. عجبكي؟ اهدي الأوضة دي؟ أنا اللي حنام هنا؟ طبعًا. أنا حنام على السرير ده؟ أيوة. وأتغطى بالفرشة دي؟ طبعًا يا زبيب. يا بختك، ده أنتِ عايشة في نعيم. ما أنتِ بتنامي إزاي؟ أني؟ أنا ساعات بنام زي الخيل واقفة، وساعات بنام على الأرض. آخد حرها في الصيف وبردها في الشتاء. بس على فكرة، ده إحنا عندنا سرير كبير قوي، بس بتنام عليه أمي وجوزي. ما هو أبوكي؟ لا. انا ابويا مات من زمان، والسرير النحاس ده هو السرير، بس دلوقتي بينام عليه جوز امي. خلاص يا عم، مشكلتك اتحلت وهتنام. ما تفكني بقى. افكك؟ افكك ده ايه؟ اصلا عايز اقعد مع توحى شويه على انفراد. لا يا زناتي لا، دي مسؤوليه. مسؤوليه ايه؟ ما انت هتبقى واقف على الباب وانا ههرب. وبعدين انا خدمتك يا اخي، خدمني. ده احنا اصحاب. لا 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 يا زناتي، مسؤوليه ومقدرش. لا خلاص. لا يلا 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 توحى، ابعت الست المجنونه دي. يلا قوم من هنا، مش هتنام من هنا. استنى بس يا زناتي، قوم بقى تنزل في الشارع بقى. قوم بس يا زناتي، هتعمل ايه؟ انا لو كنت ههرب منك. ودي وقته يا زناتي. ايوه والله انت ابن حلال. طب انا هنزل اوضب لكم حتتين كارع على حتتين لحم طراس على يجي 70 متر منبار. يكفي؟ لا يكفي، مش شاكين قوي. عشت ابو الفوز. لا ورا زناتي. بقول لك ايه يا توحى؟ والنبي تعالي سخني لي شويه ميه بس عشان ابرج التتي. دلوقتي عن اذنك يا شبراوي اخويا، عن اذنك لو ظهرت في الافراح. والله انت ابن حلال مصفي. تعالى يا توحى، تعالى تعالى هنا. شبراوي هما راحوا فين؟ مالناش عرفنا راحوا فين. شفت الاوضه اللي انا هنام فيها؟ لا ما شفتهاش. ما تيجي تشوفها، دي حاجه فلالي قوي. ما سيبيني في حالي بقى يا زبيد، واقعدي هنا واسمعي وانت ساكت. اقعدي. شبراوي. ايه زناتي عوض. اي حاجه اشوفه بقى بيعمل ايه. استنى بنت، استنى. لا خدينا اهو. هو فين الجد ده؟ في سر انتم مخبيينه عني؟
لا ما فيش. امال ايه بقى؟ الله يلعنك يا زنات الكلب. انت زناتي؟ ايه بقى زناتي؟ يا شبراوي الكلب شات. يا شبراوي ليه؟ السجن ارحم يا جدع. الكوارع اللي تقوي الاراده. هذا فوزي. اهلا زناتي. يا ودك وشك ولا وش القمر؟ ازيك يا زناتي؟ الله. امال فين توحه؟ لا توحه تعبانه شويه بس. مش تعرفنا على ضيوفك؟ ده شبراوي بلديات. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيك. الله ده انت عسكري بحق وحقيقي. ايوه عسكري حقيقي. امال عسكري سرير؟ ده انا بقالي 12 سنه خد حتى اسالي زناتي صاحبي دي. يا اختي عليك تجنن في البدله الميري. انا موت في المغامرات. ايه الصنف ده يا زناتي؟ لا ده صنف حلو قوي قوي بقى. زي اللي جوه؟ لا احلى. انت اسمك ايه؟ انا شبراوي. اهلا وسهلا يا سي شبراوي. وانا اسمي ليلى. حظي حلو قوي اني اعترت فيك. اصل عندي مشكله صغيره وعايزك تحلها. انا حظي وحش قوي اللي شفتك من يعني. طب تعال. حلها لها. تعال. عندك مشكله؟ حد بقى الحكومه واقفه جنبه وبقى عنده مشكله ولا شبراوي؟ كلها حاجات بسيطه. ولي دايما في الخدمه والناس للناس برضه. بس خدي بالك منه احسن. ده فلاح وشاب وابن حظ ودمه خفيف. طول عمري ما بخافش منه الا في حكايه الحريم دي. حريم ايه يا زلت؟ وانا بتاع حريم ده انا من نقطه للبيت. هات ايدك يا حبيبي. يا جدع ده البنت مش عارفه تتلم على روحها من ساعه ما شافتك. انت ايه يا جدع؟ ده مشايب البلد كلها. ده ما فيش حماره في البلد الا لما اشتكيت لي منه. حماره؟ ايه الحاجات الزرايب دي؟ كل ده اطلع منك يا شبراوي. يلا يلا بطل حبة دول ولا بتغزل العين عنك. يلا الحرمة جنبي. ايه يا يلا يا جماعة مش كده. اه هو ده اللي انا حسيت بيه من اول ما شفته. يا وكستي كل ده يطلع منك يا شبراوي. بره منك بره. يوضع سره في اقصر قصدي يوضع سره في شبراوي. ست مش كده. مش كده جسمي ده نقزاز. بلاش الهزار بالحاجات دي يا زناتي. الراجل مننا سمعه وانا هنا في ماموريه شغل. شبراوي عنده حق يا اخوانا. هما ليلى صحت روحها. خلينا نلحق كلنا لامي. امي امي ده الليله دي ليله هنا اكبر ليله في الكباريه. مغنى وطرب وهلمه. يلا طبعا هتيجي معانا يا شبراوي مش كده؟ لا اصل زمري وراس لا الاماكن اللي زي دي ما روحهاش. لا هتروح يا شبراوي. اسكت يا بنت. خلاص نروح فين؟ انا عايزه اروح اتفرج زيهم. ولا انا مش من حقي إيه؟ والنبي يا بيه ده انا عمري ما شفت الحاجات دي. ولا انا شبراوي اشوفهم مره واحده قبل ما اروح لسبيتالي. ايه واسيبك ازاي؟ ده انت عمري هسيب العودة تروح الكباريه؟ يا اخي ما تروح. يا اخي الله ده انت نتن قوي. لا اسكت. هنروح كلنا سوا. دي ساعة الحظ ما تتعوضش. حظ ايه يا باب ايه يا ستين؟ دي مسؤولية ولازم انفذ الواجب. واجب؟ وفي حد بيعمل الواجب اليومين دول؟ يا راجل ما تكسفناش بقى. خلي عندك ولا هنسيبك في البيت لوحدك؟ يا عالم ما اقدرش. انا لو دخلت مكان زي ده بالبدلة الميري الجازة جازة كبير قوي. يا سيدي انت جيت في جمل. إذا كان على البدلة بتاعتك والفستان بتاع ست الكل أنا هتصرف. المهم تكونوا على سنجة 10 ونص. ربنا يخليك يا بيه. إيه يا ما تبصليش. أنا ماليش دعوة. أنا من إيدك دي لإيدك دي. اتفضلوا. إيه دي؟ فرح. فرح يا شبراوي. فرح ده كباريه. هتشوف ليلة عمر عمد بلدك وما شافها. اتفضل. وده مين اللي مات يا راجل؟ اتفضل يا عصام. تعالي تعالي. رايحة فين؟ اه سكر. روح كده وحيده من عليا. ما تحطش ايدك عليا. زناتي. الله شبراوي. ليلى انت هنا ازيك يا ليلى؟ اتفضل اتفضل يا شبراوي. اهلا وسهلا. تاكل يا شبراوي؟ ايوه لحمه. ايه لحمه؟ لحمه. يا شبراوي ما تخليك عاقل. هنقعد في الكباريه بالكلبشات. مسؤوليه يا زنات. الكباريه حاجه والواجب حاجه تانيه. مسؤوليتي يا جدع انت. انا بديك كلمه شرف اهو. خدها مني كلمه شرف. مش ههرب. ههرب اروح فين؟ وعلى راي المثل من امنك لم تخون ولا كنت خايف. يا وانا انت بتعمل حركات كده. كلمه شرف مني يا اخي. افكك. حركات كده. استنى يا صبوري. لسه الشغل ما ابتداش. هوبش كده ولا كده يا جنات. شوية هومر جايين لك يا شبراوي. ما كلهمش مأمور بندر مركزي. لحمة؟ أمال بقول لك إيه؟
بعد اذنك دقيقه واحده بس زناتي هكلمه هنا قدامك وانت قاعد. ما هي تروحش بعيده. انا من عيب انا مش عارف صغير معاك. انا هكلمه هنا. هنا فين؟ اهو انا واقف هنا. سؤال زناتي. انا اذنك يا شبر. وانا اخليك يا شبراوي. انا بقول لك ايه؟ في خط كبير قوي بعد بكره لازم تكون معايا. تكون معاك ازاي؟ حد طلب اجازه لسجن المديريه عشان اسرع معاك؟ هتقوز. اما الواد يغني والبنت ترقص توحه هتهرب من شبراوي. لا لا اهرب ازاي؟ انا مديله كلمه شرف. شرف مين؟ شرف مين؟ بقول لك ايه؟ ده عمليه كبيره قوي، خزنه معكمه، فلوس مجوهرات تامن مستقبلك وتبقى توحه تحت امرك طول العمر. اسمع كلامي. لا 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 ما اقدرش يا فوزي. ده شبراوي ضيع فيها وده صاحبي. ما اقدرش اخون صاحبي. اي نعم انا هجام انما ده صاحبي. وبعدين انا مديله كلمه شرف. شرف ايه بتاع الشرف؟ شرف ايه يالا؟ اسمع كلام اللي بقوله لك. هنخبط الخبطه وهيسالوك اين كنت ساعه الجريمه؟ كنت مع العسكري. هيسالوا العسكري اين كنت؟ مش هيقدر يقول لهم كنت في كباريه. اسمع كلامي وشبرق نفسك. شبراوي هم بيقولوا ايه؟ معلش عرفني يا زبده بيقولوا ايه؟ على رايك. ثاني مبسوط قوي، المكان حلو. مبسوطه يا زبده؟ مبسوطه قوي، ده احلى من مولد في الجمعه اللي عندنا في البلد. بس الحلو ما يكملش يا زبده. كل ما سرك بيهدي بتبقي زي الفل، حتى اشوف الفستان عليك هينطق. ايوه مش شلح. نط يا بنت انت. هم فساتينهم كده ناقصه كلها. هم يحبوا كده هيك. استنى يا فتحيه، استنى شويه. شبراو انت حلو قوي وانت فاني. بس واسع شويه البدل. ايما
يوم قلعتها جوه متشكرين قوي يا زين. يلا يا زينات حقي وحقك ما تزعلش مني يا حبيب. تاني دي مسؤوليه. طب يا شبراوي بقول لك يا فوزي. فوزي وضبط لنا القعده وقفت النار كله تمام بس هجيب بقى لزوم اللزوم واجي حالا. لا ما هو لزوم اللزوم معايا معاك. يا جدع معقول يا جدع رايح الحكومه ومعاك لزوم؟ انت ايه تودي نفسك في قضيه؟ لا ما انا شلته في مكان لا يمكن يخطر على ما لا يمكن يدوروا فيه عليه. في جيب شبراوي. في جيب ايه؟ جيبك هنا على طول. انا عارف كده. ايه ده يا زناتي ده؟ اخس عليك اخس. انت مش جدع يا زناتي. معلش يا جدع انا بهزر. ايه ده تهزر بممنوعات تاذيني؟ حقك على حقك عليا. يلا يلا انت وضب القعده والحاجات. يلا هوا هوا. ايوه اكيد قاعده كمان. قاعده ايه تشربوا ممنوعات قصادي كمان؟ اهو ده اللي ناقص. دي فيها سجن دي. ما انا هتسجن هتسجن. يو ما سيبه يشم نفس. دي اخر ليله دلوقتي الريق يجي وتبقى الليله صباح. خلاص انا اعملوا اللي انتوا عايزينه وانا هغمض عيني واعتبروا ان انا مش موجود. فوزي حضر لزوم اللزوم. يعني مش هتشرب خالص؟ انا ما بشربش انا. خلاص نعمل لك انت قهوه. اعمله قهوه. ايوه انا ما بشربش ممنوعات لكن قهوه اعمل. وعمري ما عملتها بايدي هعملها انا بايدي. ايوه شوان اعملها مستويه. يا مصطفى توقع جبل يا فوزي. انت مالك انت؟ مالك توقع جبل ولا توقع حيطه؟ انت مالك انت؟ اوعى تجيبي سيره لحد. ولع يا وسط. ايوه صباح الفل. انت هتفضلي كبس عليا كده؟ ايه ده؟ صبح يا زلاتش. صباح الفل يا قشطه. تشرب يا شبر؟ لا ماليش فيه. ده اهبطي بقى. بسم الله. صباح العسل. عملت لك كوبايه قهوه عياء. عياء. اشرب يا شبراوي. مستويه؟ مستويه ده مهريه. لا انا والشفا. الدنيا شفتة يا شبراوي. لا ده معموله مخصوص له محدش يشرب غيره. طب شويه في طبق الفنجان. طبق الفنجان ايه يا زباله؟ وانت عيله دي القهوه دي ليه؟ خد نفس. نفس ايه؟ نفس قهوه. لا 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 والنبي ما تبوظ السلطنه في دماغي. ما تسمعنا حاجه يا دريق. انا يا زناتي سجنوا الزناتي وعملوا عليه سجان. يعني من العصر للعصر الشبراوي تمم على الزناتي وينام. يا زناتي ياللي خدوك مني حبك مبهدلني. ياللي خدوك مني حبك مبهدلني. تعال شوف حال وشوف اللي جرى. تعال شوف حال وشوف اللي جرى. ياللي خدوك مني ياللي خدوك نفسك واهرب. يلا اهرب. ايوه اهرب الوقت بيضيع. يلا بسرعه خف نفسك. ايوه بس لو هربت شبراوي هيضيع. جدع ما يضيع يروح ما بعدك روح. الوقت بيجري. شد حيلك شد حيلك. انت تعال شيل الحاجات بسرعه.
تكلمش اخويا اخونك. ما انت خنتني مع الحكومه، مش انت من رايح تسلم الحكومه؟ ما خنتني، ما بصراحه يا انت يا توحى، وانت حاطط في ايديك كلبشات، انما توحى في بوزك تبقى توحى، توحى احلى منك. معلش دايما النسوان تكسب. معلش، مع السلامه يا شبراوي. كان شبراوي جاي ومعاه الموزه الفلاحه برضه. كان صجرين زناتي على مدينك. من عينيا يا فوز. زي حالك. صباح الفل. ايه يا فوزي ليه؟ ايه اللي انتوا عملتوه فينا ده يا فوزي؟ صباح الفل يا اخي، قول صباح الخير. ايه خير؟ ايه خير ايه وصفت ايه؟ زناتي هرب منك. ايه هرب؟ هرب ازاي؟ ده انا سايبكم بالليل سمن على عسل. عباس ثاني اتخمات وسرق مني المفتاح وهرب. والنهارده ست توحه دخلت علينا هي وثلاث قرشانات ونزلت فينا ضرب. ايوه الاسطى ابراهيم ده ضرب، بس انا مش هسكت، مش هنسى اللي حصل ده ابدا. بقول لك يا شبراوي، تعالى نبلغ البوليس بدل ما نضيع وقتنا. بوليس؟ بوليس ايه؟ وهتقول ايه للبوليس؟ افرض جم قالوا لك اين كنت ساعه هروب المتهم؟ جيم كنت بايت عند الراقصه المزه؟ مش ممكن، ده مصيبه هيكدروك وفيها نفد بالخدمه. ده المصيبه معقوله؟ لا، وانا عملت فيه ايه ده كله عشان يعمل فيها ده؟ معقول ده صاحبي وكنت بهوده في كل حاجه كده يا زناتي؟ بس اتصلت عليا يا شبراوي، صعبت عليا صحيح. اديني فرصه يوم السبت انا هجيبه لك من تحت تقطيع الارض. وان ما جبتوش يوم السبت يبقى هرب مننا خالص. واني لازم ارجع يوم السبت والا بقى كده عملت غياب. يا اخي الغياب مقدور عليه، ده الجزء بتاعه صغير. انا عايز اساعدك، اسمع كلامي. شوف، إذا ما ظهرش لحد يوم السبت أنا هاجي معاك النيابة وأشهد على كل اللي حصل، ماشي؟ حقيقي الكلام ده يا سي فوزي؟ يا جدع عيب يا جدع، هو مفيش إنسانية ولا إيه؟ والله أنا أخدمك برقبتي، بدي شوف بدي، عيب يا جدع، عيب أنا جدع. لا يا أخي مفيش أي حاجة، ربنا يخليك لينا، ربنا تحب أجي معاك أدور عليه؟ لا، دي بقى تيجي معايا والكلام ده لا. أعتبر الموضوع منتهي وخلصان، ويوم السبت هتيجي أسلمه. متأكد؟ يا جدع اعتبره في جيبي، في جيبي. أول ما تيجي هقول لك اتفضل. خلاص خلاص، ما تضربش نفسك. ربنا يخليك لنا يا رب. أنا مش عارف من غيرك كنت عامل إيه. أنت اللي كويس، إنما التاني ربنا يرزقه بنقط. يوم السبت. يوم السبت. يوم السبت يا زبالة. يوم السبت.
السبت فات. ايه اللي عملتوه شبراوي ده؟ تطردوه من البيت ونضرب من النسوان؟ امال عايزنا نعمل له ايه؟ نبني له كشك على باب الشقه؟ انت بتتريق يا فوزي؟ انت بتدلع زناتي. جرى ايه يا زناتي؟ شبراوي ايه ده اللي هتسال عليه؟ صاحبي يا اخي تربيت عمري، انا ما اقدرش اسيبه في الورطه دي، انا هروح اسلم نفسي للبوليس. انا يعني انت عبيط ولا ايه؟ بوليس ايه؟ احنا فاضلنا ساعات وناخد خبطه العمر. فلوس للركب غير الخفيف ما غلى ثمنه. اسمع كلامي، اسمع كلامي، لاستق نفسك وبعدين ادي الفلوس لتوحه وروح بلغ عن نفسك. وشبراوي يبقى حصاله يوم السبت. ما تفرقش من الخميس للسبت، ما تفرقش. او كده او كده. يلا هذا عبيط. الفلوس حلوه وتوحه بتحب الفلوس، والفلوس في ايدينا وايدينا اهي، يبقى خش بقلب جامد. انت شايف كده؟ شايف كده. اطلع توحة فوق، روش نفسك. يلا توحة. انا جبت ال الكوارع فوق وفوق كل فوق. اما انت فوزي لك حاجات. ملك يا شبراو ما بتاكلش ايه؟ ده الاكل حلو قوي. ومنين الواحد هيجيله نفس بعد العجنانه دي كلها؟ ما تشغلش نفسك يا اخويا، الانسان في التفكير والرب في التدبير. انت عارف اهو انت عامل زي ايه دلوقتي؟ غيابه زي القرد اللي هناك ده. انا قرد يا زبده؟ يا حسره عليك، تعبان وشغل نفسه والناس اللي حواليه وشايل الهم، لكن في الاخر ايه؟ قرد برضه. كل يا شبراوي كل كل، وخلينا نقوم نتفرج على مخاليق ربنا. كل اهو الاسد ده هو يا زبيده اللي هو يبقى السابع بقى، عايز سلطان زمان وملك الغابه هنا، حتى الاكل بتاعه لما يعوزه اللبوه تجيبوله لغايه عنده. اللبوه هتبقى مين يا شبراو؟ اهي دي اللبوه اللي هناك دي اهي. يعني ايه الاسد يتجوز لبوه؟ ايوه اللبوه دي متجوزه الاسد ده. العب انت هو بعيد. ايه ارمي يا خال كده يا زبيده، هتعملي عقلك بعقل العيال. ارمي الكوره. انا بحب العيال قوي. يا سلام دي مصر حلوه قوي يا شبراوي. طب ومالها مصر ومال الحكايه دي؟ ما العيال في كل حته، ده حتى النسوان في بلدنا ما يتوصوش، كل يوم بيخلفوا. بس انا ما عنديش. ما انت ايه ما اتجوزتيش؟ كل نسوان بلدنا ما كانوش بيرضوا ابدا يخلونا نلعب مع عيال. ليه يعني؟ كانوا بيخافوا مني كاني عيال. كنت اسمع العيال الصغيره وهي بتقول دي بدا اهي، سيبتها اللي امها وحشه اهي. ايه ده؟ وهي امي كانت مالك؟ ايه؟ كانوا بيقولوا ماشيها بطال بعد ابويا زمان، بس انا ما شفتش يا شبراو. امي تعبت علشان انا وابويا، كانت بتدوق امي عشان تدينا احلى الزمان. يا ساتر يا ساتر يا رب على كلام الناس. وفضلوا يقولوا كده لحد ما كرهت امي. علموني لما تقولي شمال اقول لها يمين. شمال يمين؟ وهي امك عسكري؟ ما كنتيش تسمعي كلام؟ فضلت ما اسمعش كلامه لحد ما كبرت، ولما كبرت امي اتجوزت ولسنا سكتت عنها. قلت الحمد لله خلاص مش هيجيبوا سيرتها تاني. ربنا دايما بيؤمر بالسات، وما دام بقى في عصمه راجل خلاص مالكيش دعوه بيه، انت حاجه وهي حاجه. لا عندنا مثل الناس دايما بيقولوا اكفي القدر على فمها تطلع البيت لامها، وما كفهمش كده قالوا لك لا اكفي القدر عشان ام ولا ام. اكتر من الكلام ما يقدروش. اكسروا القدر. اهل بلدنا انا عارف، لو كان جوز امي كتب فيهم كان كل واحد لم لسانه وخرس. ما هم سكتوا عن امي، بس وثقوا في سيرتي انا. زبده بنت نفيسه، زبده بنت نفيسه، اجي اشيل الزلعه يقولوا البت بتتقصر، اغير الهدمه اللي عليا يقولوا البت عايزه تستار، استحمى يقولوا شوفوا البت اللي عايزه تستحمى. ما كنت سمعت لك سدي ودان يا شبراوي. الناس كلامهم وحش قوي، حالهم بطال، الحيوانات عايشه في دنيا تانيه مرتاحين عننا. عشان كده انا قلت اروح دنيا تانيه يمكن ارتاح فيه. يمكن صعبان عليا يا زبادي غلباني. انت امك، انا هروح اجيب لك ازازه كازوزه عشان تروق دمك. ايه ايه ده يا زبادي؟ اوعي تتحركي من هنا. جايلك
لك فضل سوداني بايش ولب اهو دي الكازوزه. خد ازازتي كده. بقول لك ايه يا شبراوي؟ ايوه يا زبيد. غمض عين اهو. لا ما ينفعش كده، غمضهم قوي. الله ليه يا بيت؟ غمض بس وبعدين هقول لك. ايه فتح عينك بقى. ايه ده جبتيه منين ده؟ ده بدل اللي رميته لك من القطر. ايوه لقيتيه فين ده حكومي؟ لا ما تسالنيش، انت مش كنت زعلان علشان انا رميت لك الطاقيه من القطر؟ يا بنت دي مش اسمه طاقيه، ده اسمه بريه. بريه بريه بريه. اه بريه بريه بريه. ايوه بريه، ده انا كنت مكسوف من نفسي قوي. ليه يا شبراوي؟ بس كده كنت ماشي عامل زي الاقرع. بس العسكري مننا لو مشي من غير البريه ده ياخد جزم. يعني انت مش زعلان مني؟ وانت فاكره انا كنت زعلان منك؟ انا مخ كبير وفاهم كل حاجه يا بيه. يعني خلاص صافي يا لبان. الله يكرم عقلك يا سيد. قلبي بيضا 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 بيضا، وانا نازله دلع نازله. هي الاولى للاولى للاولى مش الزلع، انا عارفه ان انا غلطان. البت بيضا 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 بيضا. تعرف يا زبيده؟ نعم. انت فيكي حاجات منها كتير قوي. مني اكتر واحده حبيتي وما حبيتش غيرك؟ امك. ام مين يا بت؟ ورده. ورده؟ ورده مين؟ جوز العسل شهد مصر. يا 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 زبيبي، انا كان كل حلمي ارجع واشوفها تاني. بس كانت اياميها بقى الايد قصيره ومش طايله، امي والعيال كانوا صغيرين والمرتب على القد، كنت مستني بس اترقى زي الشاوشي وانزل المخصوص، واهو جه المخصوص وهشوفها تاني. يعني انت هتروح ليه؟ ايوه بس بعد ما اسلمه. ده انا بقالي 12 سنه ما شفتهاش. 12 سنه؟ 12 سنه بعت لها فيهم 12 جواب جوه 12 زار. يعني بعد 12 سنه هي قاعده مستنياك؟ يعني هي عارفه انك جاي لها؟ تعرف منين يا بنت؟ بقول لك بقالك 12 سنه ما شفتهاش. يا خساره يا خساره يا شبراوي، ده انا من 12 سنه كنت حلوه وعايقه وكنت جارتك كفر جمعة وما شفتكش ولا مره. اصلاني كنت مقتصر ما كنتش احب الخلطه، كان كل همي شغلي وامي. وانت ناوي تروح لها امتى؟ بعد ما اسلمكم وابقى حر نفسي. طب بقول لك ايه، ما تكسب النهارده وتاخدني معاك ونروح لها سوا. لا يا زبيدة انا خايف منك انت. ليه خايف مني؟ يا انت طيبه صحيح يا زبيده، بس وبتسمعي الكلام وكلامك على نياتك فيكي حاجات منها صحيح، بس هي قمر قوي يا زبيده قمر. خلاص انا بقى عايزه اروح اتفرج عليها. تتفرج عليها ايه؟ هي فرجه؟ ايوه لازم حازما حاجه معاك اتفرج عليها. ما انا خايف منك يا بنت لا تفضحيني وتعملي حاجه كده ولا كده. ليه؟ ما انا لسه جايبه لك البريه دلوقتي. اسمه ده اسمه براه. ايوه ايوه صح اسمه بريه بريه. وقلت لك صافي يا لبن. خلاص هاخدك معاك. حليب يا قشطه. هو انت ايدك تقيلي؟ مش انا عسكري. ايوه يا شبراوي، هو البيت في الحته دي عند البيوت القصيره هنا. ما تبص كويس هنا اهو. ده بقى ده يا زباد البيت ده هو ده. اطلعي لها كده. اني هو انا اعرفها؟ ايوه اطلعي لها قولها شبراوي واقف تحت. بس انا ما يصحش اطلع ليها، يعني بقالي مده كبيره ما شفتهاش برضو، وانا مش عايز حد يجيب سيرتها بالبطاط. اطلع لها فين؟ هي فوق السطوح وكل الناس عارفينها، بس قول لها شبراوي واقف تحت وانا مستني هناك. طب افرض ان انا طلعت لها ولقيتها على ذمه راجل، اقول لها ايه؟ الشبراوي واقف مستنيكي تحت. ذمه راجل ايه يا زبيب؟ هي اتجوزت؟ بقول لك افرض افرض مش عدت 12 سنه دي تكون جابت يمكن قرطة عيال قد كده، أقولكش أحسن؟ ما تسأل الرجالة اللي واقفين هناك دول. السلام عليكم يا ريس. السلام ورحمة الله. أي خدمة شاوشمة؟ مش هتعرف الست وردة بنت الحاج عمران؟ الساكنة هنا برضه؟
مسكينه قرتش باللي حصل لها. حصل لها ايه؟ امها مات الدنيا اتدحضرت بيها وسابت السطوح. سابت السطوح عزلت يعني؟ اه. راحت فين؟ في عزبه الصفيح عند جماعه قرايبها. عزبه الصفيح دي فين لا مؤاخذه؟ شوف يا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا جاي أسأل على ست وردة، هي موجودة؟ عايزة في إيه خير؟ لا خير إن شاء الله، أنا جاي لها زيارة بس. هي عزلت من هنا ومشيت. مشيت؟ راحت فين؟ عقبال أملتك، ربنا فتح عليها من واسع وساكنة مع البشوات. فتح عليها من واسع؟ إيه ده؟ ساكنة فين يعني؟ عارفيني من السؤال ده، هي محرجة عليها ما تجيبش السيرة لأي واحد. أنا أي واحد؟ ده أنا شبراوي، أنا أعرفها 12 سنة. هي فين قول لي يعني؟ شايفه العزه يا بنت يا زبده يا حلولي؟ اه ما هي اصلي ورده دي مسعده، ربنا فتح لها من واسع. صحيح خلاص الباب اتفتح. هلا يا بنت الباب اتفتح. شبراء مش دي شقه ورده؟ ايوه يا شاويش. عاوزها في ايه؟ وقول لها شبراوي بس. بخصوص ايه يعني؟ قول لها بس شبراوي وهي هتعرف. طب اتفضل. لا خلينا كده حلو هنا. اتفضلوا هنا. طيب اسكتي هنا. تعالي هنا. دي سكه حديد برضه. اما بيتها زاد قومي انا توسخي الفرش. ايه؟ انا عندي نظيفه واحطها في المكان اللي يعجبني. قلت هنا يا بنت. مين اللي فندي ده؟ ده لزغلي. لزغلي؟ اللي في مصر هنا. طيب انا شفته. ايدك يا بنت اللي توسخي الحاجات، تقول علينا فلاحين ما بنفهمش. فلاحين ما بنفهمش؟ انا رايي المثل صحيح، من لا احبابه نسى اصحابه. شادية في زغلي. اه من لا لازم انسى اصحاب؟ ده انا بقالي 12 سنه ناسي نفسي. هفتكر حد تاني غير ورده؟ ورده. ايوه حضرتك عايزني في حاجة؟ أنا شبراوي. أي خدمة؟ شرقية. قالوا لي إنك في عزبة الصفيح، رحت عزبة الصفيح ودورت عليك في صفيحة صفيح لغاية لما قالوا لي إنك هنا. جبت زبادة وجيت لك طوالي. أسر الكلام. عايز إيه بالظبط؟ أنت مش فاكراني يا وردة؟ هو في سبق معرفة بينا؟ ده أنا شبراوي بتاع العباسية الشرقية. شبراوي بتاع زمان. 12 جواب جوه 12 ظرف. مش فاكراني يا ورده؟ 12 ظرف و12 جواب؟ ايه الكلام الغريب ده؟ عايز ايه بالظبط؟ الله انت نسيتيني ولا ايه يا ورده؟ اوه ما تضيعش وقتي. روحيه روحيه. نعم يا ست. طلع الناس دول بره. يا شبراوي يلا يا اخويا يلا. عاجبك يا فسخلي؟ يلا يا اخويا. ازاي ما عرفتنيش؟ هي الناس بتنسى بعضها كده بالسهل يا ولاد؟ ولا عشان شكلي اتغير عن زمان؟ واخدة بالها مني يعني. أنا صحيح تخنت شوية وشعري طويل وحلويت، إنما أنا برضه شبراوي. أنا شبراوي. انساها يا شبراوي. انساها ازاي يا بت؟ ده عمري كله. أنت قلتها عندها حكمة. أنا عرفتها وهي ما عرفتنيش. بالعكس يا شبراوي، دي هي اللي عرفتك وانت اللي ما عرفتهاش. ازاي؟ هي افتكرت انك اليوم النظيف اللي كان في حياتها زمان، عشان كده لما شافتك النهارده خافت تفكرك باللي هي فيه. انا هرجع لها واتكلم معاها وناخد وندي في الكلام، وافكرها بالعباسيه الشرقيه وسور المعسكر اللي كنت بقابلها هناك هناك. ايوه ومشيت العصايه. حصل ايه يا راجل؟ الله انت عايز ترجع لها تاني بعد ما كرشتك؟ عايز تهين نفسك ليه؟ اسمع يا شبراوي، الست دي لا من توبك ولا انت من توبها، دي ورده واحده ليها الف شبراوي يقطفها. ترضى على نفسك يا راجل؟ خلاص يا بنت انت. اسمع يا شبراوي،
اذا كانوا بيقولوا في الشارع للراجل اربعه يبقى الست اللي شفتها دي هي الخمسه. الله اسكت يا سيد، انا هاخد حاجه بره الشارع. انا عارفه الله، انا هعرف حد براني. امي يا شبراوي، هنفضل ماشيين لحد امتى؟ انا خلاص رجليا خدني. ايه اللي غيرك كده يا ورده؟ الدنيا يا شبراوي، الدنيا ياما متغير. هو انت لسه بتفكر فيها؟ ما تيجي ندور لنا على حته نرتاح فيه. بقول لك ايه؟ ما تيجي نتجرها هنا وان ما حدش كلمنا. ادي احنا قاعدين. طب وان حد كلمني؟ ادي احنا قاعدين. يلا انت ايه؟ ما بتزهقش؟ حد زهق من الطعامه دي؟ بس انا بقى زهقت مني؟ والفقر اللي الواحد عايش فيه ده؟ ما هي مستوره يا توح. ستر ايه بس اللي ينفع في الزمان ده؟ انا عايزه اعيش، عايزه البس دهب واركب تمساح واسافر بالطيار، ولا عاجبك يعني زحمه المواصلات وتحكم سواقين التاكسي فينا؟ ما تستعجليش يا توح، ما الفلوس جايه كتير. امتى؟ لما المقصوص ده يشيب؟ فوزي، فوزي معشمني بعمليه، اللي هيطلع منها هشتري بيه تريلا، وانا اللي هسوقها بنفسي، واكبش واديلك، واكبش واديلك. عشمتني من الحلق، خرمت انا وداني. وانا اللي هلبس لك الحلق، وهبطل لك الرقص، وهعيش عيشه ملوكي، بنت تدعيلي. قول لي يا شبراوي، انت لسه زعلان عشان خاطر ورده؟ ورده اخساره يا زميلي، دبلت وكل اللي حواليها دبل، حتى زناتي صاحبي فك كلبشات ويخني ويهرب مني. ومصر، مصر اللي كانت حلوه لما شفتها من 12 سنه، هرجع لقاها كده ما بقتش هي يا سيد. ده انت على نياتك قوي يا شبراوي. هي الناس على ناس ولا الدنيا على الدنيا؟ طب حد كان يصدق ان تلف الايام واهل بلدي وولادهم يجروا ورايا ويزقلوني بالطوب ويقولوا عليا المجنونه اهي؟ ولا الناس اللي نبيتونا ببيتهم واكلونا وبسطونا يهربوا منك الزناتي وتاني يوم يطردونا وعايزين يقولوا علينا حراميه؟ كلامك صح يا سيد، اللي يسمعك ما يقولش عليك مجنون. ماني مش مجنونة يا شبراوي. أنا عارف، والنعمة كان قلبي حاسس إنك مش مجنون. كنت بسأل نفسي وأقول ليه يا رب هي فرحانة عشان داخلة المستشفى؟ علشان هناك ألاقي نومتي وخدمتي وكسوتي من غير ما حد يعايرني ويقول لي أكلناها ولا نيمناها ولا كلسناها. اسكت يا شبراوي اسكت، ده أنا همي كبير. بس يا زبيدة اسكت، انت همك زي همي. حط همك على همي، والله بنا نشتكي لامي. ام ام بم بم ام ام بم بم. ربنا يضحكك يا شبراوي، غنيها لي تاني. ما بتطلعنا فيه ولا فيه يا اخويا. طلعت منين؟ من جنب البحر كده. البحر جنية؟ جنية ايه انت؟ زبادي يا زبادي يا زبادي. اعمل ايه بس يا رب؟ زبادي ضاعت وزناتي ضاع، وانا ضاع يعني ارمي نفسي في البحر؟
بس انا بعرف اهو مش هيحصل لي حاجه. شبراوي زبيدة، ايه يا زبيدة دي؟ ايه مالك يا شبراوي مخطوط كده ليه يا اخو؟ انت كنت فين يا بيت؟ اصل انا صحيت من النجم، قلت اروح اجيب لك لقمه عشان تفطر بيها. اقعد. مش كنت تزغلوني كده ولا تصحيني؟ معلش حقك علي. هو انت زعلان مني؟ طب حقك علي. صافي يا لبن بقى. حليب يا ايش؟ خد الطعميه دي ترد الروح. شوف يا زبيدي، انا فكرت كويس، انت صحيح مش مجنون بس لازم اسلمك للمستشفى عشان دي مسؤوليه، واروح عن البلد اسلم نفسي. طب ما تخليني معاك شويه. دي الحل الوحيد، اصل لو قعدت اكتر من كده الجيزه هيزيد. طب انا عندي فكره. ايه؟ ايه رايك ما نروح لفوزي المزيكاتي، يمكن يكون مسك زناتي. لا بس اسلمك الاول، دي مسؤوليه. شبراوي خليني معاك قبل ما تسلمني، اطمن عليك الاول. بس كل سلام عليكم يا سريع. ازاي الصحه كده سريع؟ صباح عليك مرزاق يا كريم. فين فين سيد فوزي؟ فين زمانه في 7 اللي هو مفوت عليه بعد الظهر. شفتي مش قايل لك كان لازمته ايه اللف والدوران دي على الصبح؟ مش كنا ماشيين في سكتنا طوالي؟ الحق عليا اللي عايزه مصلحتك. طب لو سمحت النبي لو جه سي فوزي قول له بس شبراوي عدى عليه عشان يستلم زنات، ولو جه زنات يخليه يحجزه. يحجزه؟ يحجزه ليه؟ انا متفق معاه على كده يعني. يا ابني شوف لك سكه غير هنا، انتوا ناس غلابه على باب الله. سكه غير هنا يعني ايه؟ ايوه شوف لك سكه غير المنطقه دي، المنطقه دي ما فيهاش جدعانه. السكه دي بتاعتنا احنا، فيها سيكه وفيها صابة وفيها نهواند وفيها رق. انما جدعانه دي يا اخويا كانت زمان. يسلم فمك، قلوب تقول له في الكلام ده ومفيش فايده. اسكت يا زميلي انت، اسكت. ده الراجل ضارب لي نفسه وحالف لي انه هيساعدني. قال الحرام يحلف له جالك الفرج. وليه؟ ايه والنبي والحرام اللي هيجي له الفرج يا الدنيا بالمشاحلف. طب لو سمحت قول له شبراوي هيعدي عليك بالليل على الشوان عشان استلم زناتي. خلاص اتكتب الغطاس. انت حر. يلا يا زميلي يلا. يا اخويا يعني اذنك يا سريق. مع السلامه. استنى يا شبراوي. بتضيع وقت انت كده ليه عشان اسلمك للمستشفى؟ يا سلام ما قدرتش على الحمار، هتيجي على البردعه؟ اسكتي بقى يا زبيده بقى، انا اللي فيها مكفين، ربنا يسترها معايا في التحقيق. هيسترها معاك ان شاء الله. واسمع لما اقول اذا حد سالك ولا قال لك حاجه قول لهم زبيده المجنونه هي السبب، وقول لهم كمان هي اللي هربت الزناد، واعملوا فيها اللي انتوا عايزين، وانا لما يسالوني هقول لهم ايوه انا اللي هربت الزناد. لا انا ما يخلصنيش. قدم انت هتفضل طيب ليه؟ زناد اهو. ايوه كله بيدور زي السقي. ايوه زناتي ولا يا زناتي؟ زناتي انت يالا يا زناتي، انزل يالا انا واقف لك تحت مش هسيبك. انزل واقف في الدواخه دي، واقف في زناتي هنا واقف. انزل يا زناتي. ايوه واقف. انا جاي على بوليس يفرقني ولا يفرق البوليس؟ البوليس يفرق. واجه الرئيس هنا. تعال هنا بقى افهستك. اهو انزل تعال اهو زنات اهو. يا شويش ليه؟ انت من زناتي. انا خميس يا شويش. امشي. ايوه انت من زناتي يا زبادي. ده طلع من زناتي طلع خميس. زبادي انت يا بنت يا زبادي من زناتي. انا غلطت فيه يا فين زبادي؟ زبادي يا زبادي. انا كان حال البوليس يفرقني ولا يفرق البوليس؟ البوليس يفرق. دي عامله تعملها برضه يا ولد؟ عايزه ايه بنت؟ دي عامله تعملها. عملت ايه؟ زين صاحبك كده هو تهرب منه عشان يروح في داهيه. انت مالك انت بالحاجات دي؟ انا مالي؟ لا اسمع لما اقول لك، انا مجنونه لكن فاهمه كل حاجه. زناتي اخذ الشيطان وارجع بقى، حرام هتودي صاحبك في داهيه. وما رجعتش هتعمل ايه؟ هشلح ولم عليك الناس. بس يا بنت المجنونه بس خلاص. طب يلا يلا وراي. يلا وراي. امشي. ها امشي. ليه كده يا شبراوي الغلبان؟ تعمل فيه كده ليه يا زناتي؟ هو ده زناتي ولا يا زناتي؟
ما شفتيش زبادي؟ يا زبادي زبادي بعت منك يا شبراوي. ما شفتي زبادي؟ اللي من كفر جمعه اللي حدانه ما شفتهاش. انا بقول كده برضه راحت تشم هوا. تاهت منك يا شبراوي. زناتي هرب وزبده تاهت. ده انت مش قد المسؤوليه يا زبادي. ولا زنازي هتروحي فين دلوقتي؟ قهوة تعمل ايه؟ انت ست هتفضلي مستنيه هنا لامتى؟ اي خدمات اقدر اعملها لك؟ انا مستنيه يا شبراوي. شبراوي مين؟ العسكري شبراوي كان جاي معايا من البلد وتاه مني. انت ليكي معرفه في مصر؟ ابدا ماليش حد. ايوه ليا. انا اعرف طه الغازيه وفوزي المزيكاتي، هم ساكنين كده في شارع كله مزيكا وطبل وزمر وفراح. اه شارع محمد علي. محمد علي؟ شارع محمد علي. طب استنى انا اشوف لك توصيل ما تعيطيش. ربنا يخليك يا بهوي علي مرادك. شوفيني شارع محمد. بعد ما تتم السرقه هتبلغ انت البوليس. يلا انا خايف يا فوزي. هتخاف من ايه؟ الحكايه كلها بيني وبينك انت بس. انا موظف الحرام اللي هيسرق كل حاجه واللي هيتقفش. هتشوفه هتقول للبوليس اوصافه كلها بالظبط وتقول للبوليس كان يحوم حوالين الفيلا طول النهار. فهمت؟ سيب الباقي عليا انا. ونعرف اوصافه ازاي؟ احمر ما انت هتشوفه يوم ما هيسرق الفرع. ايوه هو ده الشارع. ايوه هو ده الشارع. كتر خير. انت كامله لكم الهم اللي انت فيه. هذا الله اللي هيني يا سريق. اعمل ايه واتصرف ازاي دلوقتي يا اخوان؟ خلاص فينا؟ الحقني يا سريق. عياني يا قلبي عياني. مالك يا بنت بتعيطي ليه؟ الشبراوي تهمني. تهمنك ولا انت اللي توهتي؟ احنا الاثنين توهنا من بعضينا. طب بس ما تعيطيش، هو لازم يجي هنا عشان يقابل سباوزي. انا عارفه بقى هيجي ولا مش هيجي، دي المصايب نازله ترف على نفوخ. وعياني يا خليها على الله يا زبيده، زمانه جاي. انت انا عارف. يا نهار ابيض، ده فوزي ومستخبي في المخزن. حاضر. مش لازم يشوفك هنا. اهلا، نورت المحل كله. بقالك كتير يا بنت ما جيتيش نورت هنا. انت انا عارف ميرس. ايوه يا فوزي. شفت اختك عايزه ايه؟ عينيا يا ست الكل. جهزت العده؟ كله تمام، ما فاضلش غير الاكورديون بس. سيبكم ما كده هنتاخر يا ريح. ما تشغليش بالك، كلها 40 وحصلت. ايه الحكايه؟ جميل ماله مزربن كده؟ مش عادتك قبل ما تروح الشغل تزربني في حاجه؟ من الواحد فيها فوزي. افرض ان زناتي ما شربهاش. ما شربها؟ ده شربها وهضمها وكرهها يا عبيطه. زناتي خلاص، خلصنا منه. يا خوفي لما تعرفش يا فوزي. مين ده اللي ما يعرفش؟ انا؟ عليا النعمه ضيع فيها دي. شوف تضيع فيها دي، مش انا. انا فوزي. عارفه يعني ايه فوزي؟ ده انا مضرب له حته كمين هيطلع من عينيه، وكل الادله ضده، كل المواد، الماده معرفش ايه من قانون العقوبات، والماده معرفش ايه من قانون البوتيكات، كله تمام. خلص زناتي خلص. افرض ان هديها على دماغنا. لا ما يقدرش. عارفه ليه؟ بيحبك، والحب ضرير يا عسل. حب برص وعشرة خرص. بس اموت انا في الخرص. بس انا تعبت من التمثيل يا فوزي. ومين دلوقتي ما بيمثلش؟ خلاص هانت. كم ساعه دول اللي جايين تجمدي قلبك؟ رب القلبك سنان. هو حد يصعب عليك لانك مش هتصعبي على حد. اسمع كلام القلب الطيب في الزمان ده بيضل صاحبه. انا عندي خبره على حسان اليماني. تخافش عليا بس ما تبسبسيليش. بحكي لك كل حاجه في السكه واحنا رايحين الفرح. هات يا مرس. ايوه يا حساس. بص يا مالك، انا طالع الفرح وجاي. ها حاضر. حاضر يا سيدي. عايز بيت؟ انتوا عارفين طريق الزنازي؟ انا ماليش دعوه. لا مالكش دعوه ازاي؟ انتوا عارفين طريقه، كلكم متوالفين مع بعض، انا سمعتهم بوداني. امال يا اختي، هم كلهم ضد بعض. ضد بعض؟ يعني ايه؟ الزنازي هيروح في شجره ميه؟ يعني الشبراوي هيروح معاه؟ قولي الزنازي يعرف
انه تروح عليه؟ طبعا ما اعرفش. ما يعرفش؟ طب بتعملوا بعض كده ليه؟ خرجين انا من اللعبه دي، انا لا بشوف ولا بسمع ولا بتكلم، انا مع فوزي. طب قولي قولي الزناتي فين؟ لو ضاع الزناتي يبقى الشبراوي هيضيع. حرام عليك، الشبراوي لو ضاع هتروح امه واخواته البنات اليتامى. انت ايه؟ مش راجل؟ مش عندك اخوات؟ حرام عليك. قولي ما كانوا فين؟ ابوس ايدك. خلاص يا زبيده، خلاص انا هوصلك وانت حر تصرفي معاك. كتر خيرك، عداك العين. حاضر. عروستنا، عروستنا احلى الانغام، احلى الانغام، وعارسها، وعارسها فارس الاحلام، فارس الاحلام، معزمنا، معزمنا اوفى الخلان، اوفى الخلان. سلام يا جدع. السلام عليكم. وعليكم السلام. على كيف؟ ايه داخل الفرح؟ تعمل ايه في الفرح؟ اغني. وهي دي معايا. مش ممكن في اللبس ده، مش ممكن يا جدع. مش ممكن ايه؟ ما تهوي بس. مش ممكن يعني؟ مش بس. طيب خلاص. هي كده. قول عني. معلش. تعالى يا زبيدة. اسمعي يا زبيدة. نعم. الفيلا دي ملهاش غير باب واحد. تقعدي هنا تستنيه، واول ما يخرج هتمسكيه. هتمسكيه. كتر خير. خلاص. العفو. مشاكل شوية، مشاكل شوية. خلاص كده تمام؟ اهو كده تمام التمام. جاهزين؟ انت جاهز؟ جاهز. اهل البيت كلهم نزلوا ينقطوا العريس والعروسة، والطريق بقى سالك. حلو ده. يلا اتكل انت على الله، خف ايدك شوية قبل ما الواد رق يخلص الطقطوقة، تكون انت مخلص كله، ها؟ اتكل على الله. انت مخلص كله، ها؟ اتكل على الله.
احسن. ايه اللي جابك هنا؟ هاني جاي وراك. ايه اللي عملته ده؟ تعال 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 تعال. ايه اللي انت عملته ده يا زناتي؟ انا ما عملتش حاجه. كل ده وما عملتش حاجه؟ صاحبك وخونته سرقه وسرقت، عايز تعمل ايه اكتر من كده؟ هو شبراوي فين؟ شبراوي؟ شبراوي ضاع، ضاع بعد ما ضيعت منه كل حاجه. زبيده انا، زبيده ما كانش قصدي. زبيده انا هوصل مشوار صغير، اخلص ماموريه واجي اسلم نفسي على طول. صدقيني يا زبيده. اصدقك؟ بعد ما بعت صاحبك عشان خاطر واحده ست، اهي بعتك توحه. ايوه بعتك توحه، بعتك لفوزي بعد ما سرقت عشانها وخنت صاحبك عشانها، بعتك لفوزي وفوزي هيبعك للبوليس. انت بتخرفي بتقول ايه؟ اني سمعت كل الكلام ده وداني، واذا ما كنتش مصدقني اسال طبله. مين؟ قصدي رق، هو عارف بخطتك التقيله، عارف كل حاجه. اسمع كلام المجنونه. انت كدابه. اني كدابه؟ طب انا هقول لك بقى، مين اللي دخلك الفيلا دي؟ مش الخدام؟ مين اللي عرفك مكان الصيغه والفلوس؟ مش الخدام؟ فوزي بقى متفق مع الخدام، لما هيجي البوليس هيقولوا ان انت اللي دخلت الفيلا وسرقت كل الحاجات دي. ها، يبقى انا عرفت كل الكلام ده منين؟ اني برضو كدابه؟ بقى توحة تبيعني لفوزي، فوزي بقى للبوليس. ايوه يلا بقى ندور على الشبراوي قبل ما اضيع كل حاجه. لا، مش قبل ما اصفي حسابي معاه. ايه شبراوي هنا. شبراوي تعالي هنا. يا فرحه قلبي، داني قلبي كان مكلني عليه قوي. ما تتصورش دلوقتي هيبقى مبسوط قد ايه وانت رايح تسلم له نفسك كده وتقول له انا اهو يا شبراوي، حط الكلبش في ايدي. مش دلوقتي. امال امتى؟ فوزي وتوحي الاول. زناتي يا اخويا، اقسم الشر. اسمع الكلام، عايزك تبعدي شبراوي عن السكه، وبعد كده عايزك تستنيني انت شبراوي في بير السلم بتاع بيت توحه. عارفه بير السلم؟ بير السلم؟ ايه؟ ايوه، مدخل مدخل الدوار بتاع توحة. ايوه كويس. يلا يا زبيده. كلام رجال؟ كلام رجال. يعني كلام رجالي؟ اه طبعا كلام رجال. كلام رجالي؟ لا كلام رجال. والنبي كلام رجال. يلا. حاضر. شبراوي، يا شبراوي. زبيده. ايوه زبيده. زبيده بشحناها ولحناها. ايوه انت زبيده اهو. ايه يا زبيده انت؟ انا اعصابي باظت وجسمي ساب وعقلي طاق. ليه تعملي فيها كده يا بنت؟ لا غصب عني يا شبراو، انا ماليه فم. انا دورت عليك كتير، انت اللي تهت مني. انا اللي تهت؟ ده انا اعرف مصر ب 12 سنه. انا افتكرت انك هتعملي فيها زي زناتي. بشار، انا برضه عامل زي زناتي. ما قلتلكش مش انا قابلت فلاتي؟ فين يا بنتي؟ ايه والله قابلت وكلمت زي ما بكلمك كده. وما مسكتوش؟ لا ما صوتش عليه. ليه ولميت الناس؟ ما هو اصله مديني معاك هنا في السيل. هو اللي قال لي؟ ايه؟ عليك يا زناد، قابلها بين السلم. تأخرت ليه يا فوزي؟ مش على ما الفرح خلص ووزعت الواد رق. تعالى اتفضل خش خش وده وقته وخشي. اتفضل. خايفة عليك قوي النهارده يا زناتي، قلبي كان متوغش. ده اللي عشانك اعمل العجبه توحه. سيبكم الكلام الفارغ ده ونشوف شغلنا الاهم. كل دي صيغه وفلوس؟ انت خبطه العمر يا زناتي. اهو كده. المره دي طلعت بطل صحيح على زناتي. هيصعبوا عليا قوي دول. انا بقول ايه؟ احنا مش هنقسم،
هنقسم بقى على كام؟ نقسم على دول يما على رأس ناتي ما معروفة التلتين والتلت في ناس هتاكل تاني هديها. لا انا عايز النص. نص ماشي ننصص ننصص يا زلمه. اخويا حبيبتي بس قبل ما ننصص هنطلع ده من اللعبه ندكن عليه الباكو ده. ليه؟ ده أجرة المحامي اللي هيدافع عن حبيبي وهيترافع مش يمكن براءة بإذن الله. أخويا يلا نقسم بقى. لا نقسم إيه؟ كلها ثلاث أربع أيام ونخرج ونقسم براحتنا. نشيل الشنطة دي دلوقتي. ماشي نشيلها عند توحة. يلا يا توحة. لا 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 عند توحة لا. ليه يا حبيبي؟ أصل عندك الرجل كتيرة شيء مزكتية وقلتية وناس خارجة وناس داخلة وده يدفع عربون وده ياخد. أنا بقول نشيلها عند أخويا وحبيبي. شيلها عند فوزي. والله ساعات احس انك اذكى مني. يلا يلا عسل. هي دي هي دي الدباع يا اخي. اقفل عليها جوه حرب. ثانيه واحده وجاي لكم على طول. اوحشك اوحشك يا توحه. طبعا يا زنات انت عارف محضرك ايه لما تخرج. ايه؟ لا خليها مفاجاه. انا اللي احضر لك مفاجاه جميله جدا حقيقي. اه طبعا. ايه هي يا بنت الكلب؟ فاكره انك هتضحك عليا توديني السجن انت وفوزي وتاخدوا فلوس لكن ده بعدك. واسيب لكم الفلوس وتبعتوا الخدام يبلغ عليا. نمصص ها نمصص. حاضر. الو النجده. ايوه يا نجده. انا العسكري شبراوي عبد الدايم من مركز ابنوب. ايوه عايز ابلغ عن جريمه سرقه مجوهرات في 33 شارع محمد علي في الدور الثاني شقه 11. ايوه يا فندم. وانا هكون في المديريه الصبح للتحقيق وتحت امركم يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. دي مسؤوليه. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. وعشان تحلو بقى حلو هشام نمصص يبقى نصصها مع الحكومه بقى حلو. اخرس اخرس اخرسوا. مع السلامه يا كلاب. تمام يا فندم. حرام زناتي جاي يسلم نفسه. زناتي ازيك يا زناتي؟ وحشتينا يا زناتي. ليه تعمل فيها كده؟ انت عايز توديني في داهيه؟ انت مش عارف ان دي مسؤوليه. معلش انا غلطت يا شبراوي بس اوعدك اني بعد ما اخرج من السجن هبطل سنه. حط الكلبشات. لا انا مش هحط حاليه. كلمتك دي اقوى من الكلبشات. اودي مين بقى السجن بقى؟ اودي مين المستشفى؟ مين الاول؟ انتوا الاثنين حبايب. هادي مادي سيدي محمد البغدادي شاله حطه كله على اوراق. مظبوط. اقرار. انت اللي حاطط لنا الاقرار. اقرار ايه؟ انت مش قاربها؟ لا داني اللي مرحلها من كفر جمعه لحد هنا. ايه تبقى ترجع بيها تاني كفر جمعه وتجيب لي حد بقى من قرايبها علشان لازم ينزل الاقرار. لا انا في عرضك. أنا خلاص كرهت المأموريات والسفر. أبوس إيدك لحضرتك تمانكي. خلاص كفاية كده على شبراوي اتبهدل. بقيتني عندك الليلة دي وبكرة الصبح خلي شبراوي يجيب جوز أمي ينزل إقرار. أبوس إيدك. طيب يا بنتي. طيب. خد يا سيدي. خد نضيف. ابتدي تعهد هنا. ابتدي تعهد إنك تجيب لي جوز أمها أو أي حد من قرايبها بكرة علشان ينزل إقرار. أيوه اكتب لك وأمضي لك كمان. شوف يا بنتي. نعم. أنا حبيبتك عندي الليلة دي إنسانية مني بس. انما لو ما جابليش بكره جوز امك او اي حد من قرايبك عشان يمضي الاقرار انا مش هثبتك في الدفتر. التعليمات بتقول كده. انت فاهم؟ ايوه فاهم يا تمرجي. تمرجي؟ باش تمرجي؟ ايه حضرة الباش تمرجي يعني؟ شمراوي. اتفضل يا سيدي. وري. هتوحشين يا سلام. انا مش هسيبك. لا انا عامل لك زياره كل جمعه يعني زياره من حين لحين. ما تخافيش
أنا معاك يا زبير. مع السلامة. خلي بالك من نفسك يا شبلان. أيوه. خلي بالي من نفسي. مع السلامة. معاك يا شبراوي، خدني معاك يا شبراوي، خدني معاك يا شبراوي، خدني معاك يا شبراوي. على فكرة أنت ما طلعتش راجل زي ما كنت فاكر. أنا عملت إيه غلط بس يا زناد؟ سبتها ليه؟ دي محتاجة لك. أنا بنفذ الأواب، أنا عبد المأمور. دي بتحبك يا بني آدم. بتحبني؟ أنت تفتكر كده يا زناد يعني؟ انت ما حسيتش ده؟ هو انا بحس ده نكبلي؟ انا صحيح مش هين عليا سيبي، بس انا الواجب والمسؤوليه. مسؤوليه ايه؟ اجري. مستني ايه؟ روح. لولا كنت ضعت يا شبراوي كنت انا ضعت. اجري اجري، هاتها هاتها عشان ما تندمش. اروح اجيبها يعني؟ اجري. والمسؤوليه؟ يوه. امشي يا سياده البشمالك. نعم، في ايه تاني؟ افرض يعني ما لقيتش حد من قرايبها يستلمها. تبقى تستلمها انت دلوقتي. انتوا ايه؟ ما بتفهموش؟ ايوه خد هي المنظر. استلمها اللي ادوني، ما بتفهموش يا عم تغني. خلاص يا زناتي استلمتها. شبراوي، هو انت هتوديني فين؟ على كفر جمعة. كفر جمعة؟ لا، الاسبيتاليا ارحم. استني بس يا زبيدة، اسمعي. ايه رأيك اللي يوفر لك العيشة الهنية والنومة من غير ذل، ترضي تعيشي معاه؟ ما لقيتوش. بيقولوا امي نشان عويد. هو هيتجوز امك يا بت. شبراوي هيتجوزك انت. شبراوي هيتجوزني انا؟ شبراوي هتتجوزني؟ ايوه.